السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد، فروى الإمامان البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. ومن أسماء الله الحسنى التي وردت في الكتاب والسنة الكريم والأكرم. أما الكريم فقد ذكر 3 مرات، ذكر في قول الله تعالى: فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم، وفي قوله تعالى عن نبي الله سليمان عليه السلام: ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. وذكر في قول الله تعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. أما الأكرم فقد ذكر في سورة العلق في قوله تعالى: اقرأ وربك الأكرم. والكريم هو الكثير الخير، كثير الخير وعظيم النفع والعطاء، فهو جل وعلا يعطي الشيء الكثير بكل يسر وسهولة. وقيل دائم العطاء، وقيل كثير الخير والعطاء، وهو سبحانه كرمه ليس له حدود، ويعطي بسؤال وبغير سؤال، وخزائنه ملأى لا يغيضها شيء سحاء بالليل والنهار. أيها الإخوة الأفاضل، ومن كرمه سبحانه أنه يتوب على التائبين، ويقابل الإساءة بالإحسان، والذنوب بالمغفرة والتوبة، ويبدل السيئات إلى حسنات. قال جل وعلا: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن كرمه سبحانه أنه ينزل في الثلث الأخير من الليل فيتوب على التائبين ويجيب دعوة السائلين. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر. ومن كرمه سبحانه أنه يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفرا. فروى الحاكم في المستدرك من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن ربكم حيي كريم، يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفرا. ومن كرمه سبحانه أنه ابتدأنا بالنعم، فخلق لنا هذه الأرض وما فيها، والسماء وما فيها، فالأرض نمشي في مناكبها ونتمتع بخيراتها والنعم التي فيها، كل ذلك من غير أن ندعوه أو نقدم عملا صالحا بين يدي ذلك، فسبحانه من إله كريم. ومن كرمه سبحانه أنه ابتدأنا بالنعم فخلقنا وشملنا بعنايته في الأصلاب وفي الأرحام عندما كنا صغارا، وعطف القلوب على محبتنا، كل ذلك قبل أن ندعوه أو نعبده سبحانه، فسبحانه من إله كريم. أيها الإخوة الأفاضل، من آثار الإيمان بهذا الاسم الكريم أن النفس عندما تعلم أنها تقدم على كريم فإنها تطمئن. فروى الإمامان البخاري ومسلم
من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. وروى كذلك البخاري في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا حملت الجنازة، إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال، فإن كانت صالحة قالت: قدموني قدموني، وذلك لأنها وعدت بمقام أفضل من مقام الدنيا، ولذلك تنادي بالذهاب إلى هذا المقام. قيل لعربي وقد أوشك على الهلاك: إنك ستموت. قال: ثم ماذا؟ قالوا: سيذهب بك إلى رب العالمين سبحانه. قال: ويحكم، هل أخاف ممن لم أرى الخير إلا عنده؟ ثانيا، أن الله جل وعلا كريم ويحب الكرماء، فمن تشبه به سبحانه فهو محبوب عنده. روى الطبراني في معجمه الكبير من حديث سهل بن سعد الساعدي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله كريم يحب الكرم ويحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها، أي الحقير والرديء منها. وروى أبو داود في سننه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: المؤمن غر كريم والفاجر خبء لئيم. ولذلك ينبغي للمؤمن أن يعود نفسه على الكرم والبذل والسخاء. قال ابن القيم رحمه الله: ولا أحد أحب إليه الإحسان منه سبحانه، فهو محسن يحب المحسنين، وهو كريم يحب الكرماء، وهو عليم يحب العلماء، وهو جميل يحب الجمال. انتهى كلامه رحمه الله. ثالثا، من آثار الإيمان بهذا الاسم الكريم أنه يشرع للمسلم أن يسأل ربه بهذا الاسم فيقول: يا كريم ارزقني، يا كريم صب علي الرزق صبا. فإنه جل وعلا قال عن نفسه: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. وقال تعالى: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. وقال تعالى: إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. فلا تذهب يا عبد الله إلى فلان أو علان من الناس، بل اذهب إلى الكريم سبحانه. قال تعالى: واسألوا الله من فضله. قال الشاعر: لا تسألن بني آدم حاجة، وسل الذي أبوابه لا تحجب. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. روى مسلم في صحيح من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فيما يروي عن ربي عز وجل أنه قال: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته، ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. الإبرة إذا أدخلت البحر المتلاطم، هل ينقص من هذا البحر شيء؟ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم لقائك، اللهم اختم بالصالحات آجالنا، اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا محمد.